بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنستكمل محاضرات الثيرابيوتكس، وهنبدا نتكلم عن الفوتوثيرابي واستخداماته المختلفه في السكين ديزيزز. طبعا احنا في الاول عايزين نعرف ايه المقصود بالفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي هو استخدام الالترا فايولوت لايت في علاج السكين ديزيزز. يبقى الضوء الوحيد اللي احنا بنستخدمه في الفوتوثيرابي هو الالترا فايولوت، واي حاجه مش الترا فايولوت ما تعتبرش بالمعنى الحرفي يعني فوتوثيرابي. طيب الالترا فايولوت كلنا عارفين بيبقى 3 انواع according to الويف لينث بتاعه. عندنا اليو في سي ده فيري شورت، بيبقى من 200 ل 290 نانومتر. اليو في سي ده علشان هو شورت المفروض ما بيوصلش لسطح الأرض بكميات كبيرة، ولأنه بيمتص في طبقة الأوزون. بالإضافة لكده هو كارسينوجينيك، ده اللي مسؤول عن السكين كانسر، وبالتالي هو ما بيستخدمش في الفوتوثيرابي. يعني الفوتوثيرابي كألترا فايولوت هنستبعد منه اليو في سي. هيتبقى لنا اليو في بي، ده أطول شوية من 290 ل 320 نانومتر، وده لو استخدمناه بنسميه البرود باند يو بي بي. برود باند يو بي بي يعني بناخد اليو بي بي كلها في الجهاز بنستخدمه لعلاج الامراض الجلديه. لكن في اجهزه بتاخد جزء معين من اليو بي بي، حته صغيره من اليو بي بي اللي هي من 311 ل 313 نانومتر. ده هو يو بي بي برضو، بس مش بنقول عليه برود باند وانما بنقول عليه النارو باند. بعد البي اخر نوع خالص اللي هو اطول موجه اسمه يو بي اي. يو بي اي ده من 320 ل 400، وبيتقسم لنوعين، الاي 2 الاقصر لغايه 340، ومن 340 لغايه 400 اللي هو يعتبر اطول حاجه، ده اسمه يو بي اي 1. يو بي اي 1 كده احنا عرفنا ان الفوتوثيرابي هو استخدام الالترا فايولوت، عرفنا الأنواع المختلفة سواء A أو B، وقلنا C ما بيستخدمش. المخطط ده بيورينا الأنواع المختلفة بقى للفوتوثيرابي. إحنا اتفقنا اليو بي بي اللي هنستخدمه يا إما A يا إما B. البي ده لو كان الويف لينث سبيكترم كله بنسميه برود باند، لو جزء منه اللي هو 3/11 3/13 ده بنقول عليه نارو باند. في جهاز ليزر اللي هو الاكزايمر ليزر، كنا اتكلمنا عنه قبل كده في محاضرة، يعني ممكن نرجع لها، هسيب لكم اللينك بتاعها هنا. الاكزايمر ليزر الويف لينث بتاعته 308 نانومتر، ودي تبع اليو في بي، فبرضه هو يعتبر فوتوثيرابي تبع اليو في بي برضه. يبقى اليو في بي عندنا ال3 حاجات دول. بالنسبة لليو في اي ممكن نستخدمه مع مادة فوتو سنسيتايزر اسمها السورالين، وساعتها بنسميه بوفا. يبقى السورالين اول حرف فيها اللي هو البي بنحطه مع اليو بي اي فنسميه بوفا. البوفا ليها اشكال كتيره، ممكن نستخدم السورالين سيستميك اورال، ممكن نعملها توبيكال على السكين. في بعض الاجهزه اسمها اكسترا كوربوريال فوتو فريسز، كل دي تبع الفوتو ثيرابي بالبوفا. بوفا يعني سورالين ويو بي اي. اليو بي اي ممكن نستخدمه لوحده بدون سورالين، سواء اليو بي اي كله كبرود سبيكترم او الجزء اللي هو اللونجست ويف لينث اللي هو اليو بي اي 1. وطبعا احنا عرفنا اليو بي اي 1 دي من 340 ل 400 نانو متر. احنا كده عرفنا الانواع المختلفه للفوتوثيرابي، وعرفنا هي يا اما بي يا اما اي، والفرق بين البي والاي هو الويف لينث، يعني الايه اطول من البي وهكذا. طيب ايه فايده معرفه الويف لينث؟ في قاعده بسيطه جدا بتقول ان the longer the wavelength the deeper the penetration، يعني كل ما الويف لينث او الطول الموجي بتاع الجهاز اللي احنا بنستخدمه يبقى اطول، يبقى البنتريشن بتاعه في السكين اكتر. ودي رسمه بتوضح لنا المفهوم ده. لو بصينا هنا اليو في سي اللي هو فيري فيري شورت لو كان من 200 ل 290 بيبقى واخد بس ستراتم كورنيوم وابر بارت اوف ابيدرمس. احنا قلنا كده كده مش بيستخدم لانه كارسينوجينيك ومش موجود، ويعني مش ملوش قيمه بالنسبه له. اليو بي بي اللي هو الاقصر شويه من
290 ل 320 بيوصل ياخد الابيديرمس كله والابر ديرمس. اما اليو في اي فيوصل ديبر لغايه نهايه الديرمس وممكن كمان السبكوتينيوس فات زي ما احنا شايفين في الصوره دي. ولو فرضنا ان احنا بعد كده جبنا الفيزيبل لان الفيزيبل اطول فالفيزيبل هيوصل لكميات اكبر. طيب المعلومه دي بنعمل لها ابلكيشن احنا ازاي كلينيكال، ان انا دي بتخليني بختار الفوتو ثيرابيوتيك موداليتي. احنا قلنا عندنا مجموعتين كبار، يا بي وليكن النارو باند مثلا كمثال، او ايه وليكن البوفا. احنا عرفنا ان النارو باند ده شورت لكن اليو في اي لونج، ويف لينث بتاعته اطول فبالتالي البنتريشن اكتر، فده معناه ان انا هستخدمه في السوبرفيشال ليجنز هنا النارو باند، ان هو بيوصل للابيدرمس والسوبرفيشال ديرمس بس، يبقى عايز مرض سطحي. لكن لو كان المرض عميق يبقى نستخدم له البوفا او اليو في اي. مثال في السورايسز مثلا، لو انا عندي الجاتيت سورايسز ده يعتبر سن، يبقى النارو باند از جود تشويس. لكن لو عندنا سيك بلاك او عندنا بالمر بلانتر سورايسز او عندنا نيل، كل ده يحتاج البوفا لان هو ديب. مثال تاني مثلا الام اف، الام اف لو انا شايف في الايرلي ستيج عباره عن باتش فقط، الباتش دي سطحيه يبقى نستخدم لها النارو باند يو بي بي او اليو بي بي. لكن لو هي سيك بلاك ولسه في الايرلي ستيج، البلاك برضو عشان هي اعمق شويه يبقى نستخدم لها اليو بي اي. وده ينطبق على كل الامراض الجلديه، كل ما كان المرض سطحي يبقى خلينا في اليو بي بي، كل ما كان المرض عميق يبقى خلينا في اليو بي اي. طيب هناخد دلوقتي ابلكيشن تاني عن الويف لينث والسيفتي ميجرز بالنسبه للعين بالذات. طبعا احنا كلنا لما بنستخدم الفوتوثيرابي بنبقى خايفين على العين بتاعت البيشنت ان تتعرض للالترا فايولوت ويبدا يحصل لها مشاكل. طيب المشاكل دي هتحصل ازاي؟ حسب طبعا الويف لينث، بمعنى ان اليو بي بي وليكن النارو باند علشان هو زي ما احنا شايفين كده شورت، اختراقه برضو في العين ده الجلد هيبقى سطحي، يأثر بس على الكونجكتيفا، يأثر على الكورنيا فيعمل كيراتايتس كونجكتيفايتس بيسموها فوتو كيراتايتس او غيره، يبقى تأثيره سطحي شوية. اليو في اي علشان اطول يقدر يدخل لغاية اللينز فممكن الكومبليكيشن بتاعته تبقى كاتاركت، والفيزيبل طبعا بيوصل لغايه الريتن. يبقى اذا ده كمان يفيدنا في السيفتي ميجر، يبقى ده البريتريشن بتاعه اعمق ويفيدنا في الامراض السك، لكن في نفس الوقت تاثيره على العين اقوى ممكن يوصل للينس ويعمل كاتاركت. طيب الالترا بايلوت احنا قلنا هي اصلا بتبقى جايه من الشمس وهي جزء من الالكترومagnetic سبيكترم اللي موجود في الطبيعه، واللي فيه حاجات كتيره جدا، جاما راي واكس راي والالترا فايولوت والفيزيبل والانفراريد وغيره. الالترا فايولوت بيمثل جزء بسيط جدا 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 من الالكترومagnetic سبيكترم، حوالي 5% بس من السولار راديشن، الجزء الاكبر بيبقى فيزيبل لايت وانفراريد. طيب اليو في الالترا فايولوت اللي بيجي من الشمس ده طبعا كل ما كان الموجه قصيره نسبه وصولها يبقى ايه اقل، فالسي قلنا قليله جدا ومش بتوصل، البي نسبتها صغيره قوي 5%، والاي عشان هي اطول واحده هي اكتر نسبه حوالي 95%. يبقى ال 95% من الالترا بايلوت بتاع الشمس ايه، وال 5% الصغيرين هم البي. من الحاجات المهمه برضو عشان نفهم الفوتوثيرابي ان احنا لازم نبقى عارفين ايه هي التاثيرات بتاعه الالترا بايلوت على السكين، او البيولوجيكال افكت اوف الالترا بايلوت على السكين. البيولوجيكال افكت دي ممكن تبقى اكيوت وممكن تبقى كرونيك. المقصود بكلمه اكيوت انها بتبقى حاجه شورت تيرم في خلال ساعات وايام واسابيع، لكن الكرونيك دي تبقى حاجه لونج تيرم على مدى السنين الطويله. فالاكيوت طبعا حاجات سريعه كده هنقولها انه ممكن يعمل اريسيما وسام بيرن، طبعا يعمل تان اللي هو بينشط الميلانوسايت ويعمل بيجمنتيشن، ممكن يعمل ابيديرمال هايبربليزيا، ممكن يعمل طبعا له دور في تصنيع فيتامين دي، ممكن يعمل اميون سبريشن. عشان كده الالترا فايولوت من ضمن الريسك بتاعه الريكرنت هيربس، ريكرنت هيربس لان هو طبعا بيعمل لنا اميون سبريشن
او يعمل فوتو سنسيتيفيتي، فبيعمل فلير لبعض الامراض زي اللوبس والبورفيريا وغيره. فدي التاثيرات دي اسمها تاثيرات اكيوت او شورت تيرم او على المدى القصير. على المدى الطويل يعني بعد سنوات من التعرض بيحصل لنا حاجه اسمها كرونيك افكت. الكرونيك نوعين، نوع اسمه فوتو ايجينج اللي بيحصل رينكلينج، اكسترنسيك ايجينج بسبب التعرض للشمس والعوامل الخارجيه، او الريسك للكارسينوجينيسيس. الافكتس دي مهمه جدا واحنا بنتكلم عن الفوتو ثيرابي، لانها بتفهمنا الالترا فايلوت اللي انا بحطه على جلدي ده او بتعرض له عشان اعالج مرض جلدي، بيقول لنا بقى فوائده ايه واضراره ايه. على المدى الطويل لازم نعمل سكرينينج للكانسر، ممكن يساعدنا في بعض الامراض عن طريق ان هو لما يعمل اميون سبريشن زي السورايسيز يقلل لنا التي سيل اميونيتي فالمرض يتحسن، لكن ممكن يعمل لنا كومبليكيشن زي البرن او التان. فدي مهمه جدا بتخلينا نفهم الفوتوثيرابي ده بيعمل ايه مفيد وممكن في نفس الوقت يعمل لنا ايه حاجات ضاره. لما بنيجي نشتغل في الفوتوثيرابي بنشتغل بنحسب الجرعات والجلسات والكلام ده كله، حاجه اسمها دوزيمتري. الدوزيمتري ده بيبقى ثلاث عناصر، ثلاث عناصر. اول عنصر هو الستارتنج دوز. المقصود بالستارتنج دوز ده اني احنا بنشوف اول جرعه بنبدا بيها وبعد كده بنزود بالتدريج، فاسمها انكريمنت، بنزود قد ايه وازاي. والعنصر الثالث اللي هو الفريكوانسي. فريكوانسي يعني احنا بنستخدم الجلسات دي كم مره في الاسبوع. الثلاث عناصر دول احنا هنبدا ندرسهم دلوقتي بالتفصيل عنصر عنصر. لو بدانا باول عنصر اللي هو الستارتنج دوز، في طريقتين لحساب الستارتنج دوز. طريقه اسمها الامريكان بروتوكول، ودي بتبقى حسب السكين فوتو تايب. يعني هو بيشوف السكين تايب بتاعنا، تايب 1 ده اللي هو فيري لايت سكين، وتايب 6 ده اللي هو دارك سكين. يشوف بيدي لكل واحد جرعه، وكل ما السكين تايب يعلى بندي له جرعه اكبر، عشان السكين تايب القليل بيحصل له بيرن بسهوله فادي له جرعات صغيره. ده اسمه الامريكان بروتوكول. في بروتوكول تاني بيعتمد على المينيمال اريثيما دوز او المينيمال فوتوتوكسيك دوز، ده اسمه اليوروبيان بروتوكول. البروتوكول ده باختصار شديد ان احنا البيشنت بنعرضه لمجموعه من الجرعات اسمها تيست دوز، زي اللي احنا بنعملها في الليزر ثيرابي، بندي جرعه صغيره، جرعه اكبر، جرعه اكبر، وبنشوف بعد كده استجابه الجسم هيحصل اريثيما ولا لا. اول جرعه بيحصل فيها اريثيما دي بنسميها المينيمال اريثيما دوز، لان دي اقل حاجه تعمل لنا اريثيما. طبعا دي ما بنشتغلش بيها لانها هتعمل بعد كده اريثيما وبيرن للبيشنت، فالافضل بنشتغل باللي قبلها او بنسبه منها 50% منها او 70% منها. طبعا الامريكان بروتوكول هو البروتوكول الاسهل والاسرع، وده مثال اهو ان احنا لو سكين تايب 1 بنبدا انيشال دوز نص جول، وبعد كده ممكن نزود سكين تايب 2 1 جول، 1.5 2 وهكذا. برضو في النارو باند ادي السكين تايب من 1 ل 6، وادي الجرعات بالملي جول. مش مهم نحفظ الكلام ده خالص دلوقتي، المهم بس نبقى فاهمين الفكره ان في يوروبيان بروتوكول بيعتمد على المينيمال اريثيما دوز، وفي امريكان بروتوكول بيبقى الارقام جاهزه حسب السكين فوتو تايب. بعد ما عملنا الانيشال دوز البيشنت بياخد الجلسات كل قد ايه. اقل فريكوانسي هو توايس ويكلي، يعني اقل حاجه يبقى مرتين في الاسبوع علشان يدي نتيجه، والافضل والايديال 3 مرات. يعني لو امكن يبقى 3 مرات في الاسبوع ده ايديال فريكوانسي، لكن 2 كويسه برضو. الا اقل من كده ما ينفعش، يعني مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام او كده دي ما ينفعش فوتوثيرابي. في بعض الريجيمين بتبقى اجريسيف بتاخد 4 أو 5 مرات في الاسبوع، بس دي بتبقى محتاجه كير عشان ما يحصلش اريسيما وهي استخدامها قليل، فاحنا معظم الشغل من 2 لـ 3 في الاسبوع. ازاي نعمل الزيادات بتاعتنا؟ الزيادات في طريقتين برضو. في طريقه بتدي بيرسنتج من كل جرعة قبلها، يعني مثلا 10%،
يعني هو لو كان جول يبقى الجلسة اللي بعدها واحد وواحد من 10، نزود 10%، المرة الجاية واحد وواحد وعشرين، وهكذا نقعد نزود كده 10%، أو في فيكسد انكريمنت يعني قيمة ثابتة بنزودها كل مرة. وده برضو في الامريكان بروتوكول، لو بصينا هنا يقول لك التايب 1 ده مثلا، يعني هنشوف دلوقتي هتزود له في كل مرة 15، التايب 2 هتزود له 25، وهكذا. دي اسمها فيكسد انكريمنت، دي اسمها ايه، فيكسد انكريمنت، يعني شايفين هنا الانكريمنت الزياده تبقى فيكسد على حسب السكين تايم. طيب كده احنا عرفنا الثلاث عناصر بتوعنا كدوزيمتري، ان انا بعمل الانيشال دوز وبعمل الفريكونسي بتاعي وبعمل الزياده. ازاي نختار بقى الطريقه بتاعتنا؟ هنختار نارو باند ولا بوفا، او نختار يو في بي ولا يو في اي؟ احنا طبعا قلنا قبل كده حسب السيكنس اوف ذا ليجن، لان ده له علاقه بالديبس اوف بنتريشن. فلو حاجه سطحيه خلينا دايما في اليو في بي، ولو حاجه عميقه خلينا في اليو في اي. لكن في نقطه تانية مهمه هي السيفتي، ودي حاجه جديده بقى. لو احنا بنشتغل ان شيلدرن، ان بريجننت فيميل او لاكتيتنج فيميل، اي حاجه في احتمال لان يكون سايد افكت او ادفيرس افكت، يبقى الامن دايما هو اليو في بي او النارو باند تحديدا. فيبقى احنا دايما واحنا بنختار بناء على حاجتين، على الديبس اوف ذا ليجن والديبس اوف بنتريشن، والتايب اوف بيشنت بتاعنا، لو طفل صغير او بريجننت اور لاكتيتنج فيميل، يبقى ما فيش قدامنا غير اليو في بي او النارو باند. طيب هنتكلم شويه بس عن الاطفال، لان ده موضوع مهم وبنشوفه كتير، وحالات كتيره بتلجو او غيره بيبقوا اطفال. فاحنا اتفقنا الوسيله المناسبه لينا هي اليو في بي، امن من اليو في اي بكل انواع، برود باند او نارو باند او اكزايمر، هو ده الامن بالنسبه لنا. ويفضل كمان ان الكابينه تكون مناسبه للطفل، يعني ما تكونش مغلقه مثلا فيخاف او حاجه زي كده. طيب بالنسبه للبوفا او اليو في اي، احنا قلنا طبعا له مشاكل كتيره، ريسك اوف كارسينوجينيسيتي، وكمان التأثير على العين بيبقى أعمق، بيوصل ليه اللينس ويعمل كاتاركت. وطبعا زي ما احنا قلنا يعني هو ممكن يوصل لغاية اللينس، والسورالين كمان لو بنزوده بيفضل في السيركيوليشن فترة 12 ساعة تقريبا، فبالتالي لازم يبقى فيه بروتكتيف جوجلز، نلبس نظارات واقية من الشمس علشان ما يحصلش كمان تأثير على العين. يبقى هي مشكلة البوفا حاجتين، اليو في اي الطويلة دي بتوصل لغاية الكاتاراكت، توصل لغاية اللينس وتعمل لنا كاتاراكت، وجود السيرولين كمان في السيركيوليشن هيخليني اقعد استنى 12 ساعة لغاية لما السيرولين ده يخلص من السيركيوليشن بتاعتي. فدي مشاكله. طبعا ده مش هينفع في الاطفال، مش هيبقى فيه كومبلاينس خالص في ان هو يلبس النظارة ويلتزم. ومش كده وبس، كمان ده هو ممكن عشان الاطفال الصغيرين اليو في اي بدل ما توصل لللينس بس، ده ممكن توصل لغايه الريتنا كمان، فتبقى المشاكل اكتر. فاحنا الخلاصه بتاعتنا ايه؟ الخلاصه بتاعتنا ان احنا في الاطفال تشايلد هود بتيليجو جاتيت سورايسز، اي حاجه تستدعي اتوبيك، خلينا في النارو باند او اليو في بي بشكل عام. ممكن استخدم اليو في اي لوحده بدون سورالين، لكن هو مش افكتيف قوي. لكن ما استخدمش بوفا خالص، البوفا دي ممنوعة لكل المشاكل اللي احنا قلنا عليها. طيب هنشوف دلوقتي، احنا قلنا الأطفال وعرفنا ازاي نتعامل معاهم، الأفضل نارو باند أو يو في اي الون. طيب بالنسبة بقى للبريجننت فيميل، هنتعامل معاهم ازاي ونختار لهم انهي موداليتي من الفوتو ثيرابي؟ طبعا احنا قلنا اليو في بي هو الأمن مقارنة بالبوفا، يو في اي بقى سواء برود باند او نارو باند او اكزايمر او غيره، وطبعا ده بيبقى امن ونون تراتوجينيك، يعني بنطمن الام ان ما بيعملش تراتوجينيستي. والنارو باند بيعتبر الفيرست شويس في السورايسز في البريجننت ايه فيميل. البوفا ممنوع تماما، ليه بقى؟ لان هو السورالين، المشكله مش في اليو في اي كيو في اي، انما المشكله في السورالين. السورالين ده تيراتوجينيك وميوتوجينيك، يعني بيعمل ميوتيشنز، وكمان هو يعتبر كاتيجوري سي، فيفضل ان احنا نعمل له افويدنس ديورينج البريجنسي. يبقى البريجننت فيميل
narrow band is the first choice. ممكن استخدم اي حاجه يو في بي امنه برضو، سواء برود باند او اكزايمر، وبلاش الموفا خالص. طيب نيجي بقى لنقطه اخيره، اللي هي ازاي نعمل فولو اب للبيشنت، نتابع البيشنت بتاعنا ازاي. واحنا بنتابع بنشوف السايد افكت اللي بتحصل ايه هي ونتعامل معاها، بنشوف لو في ميسنج سيشن، يعني البيشنت مش منتظم في الجلسات نتصرف ازاي، واخيرا لو نشوف الريسبونس بقى، يعني ممكن كمان نشوف الريسبونس العيان بيتحسن ولا لا عشان ناخد القرار بتاعنا. لو بدأنا بالإريسيما، لو مفيش إريسيما حصلت خالص، معنى كده إن الجرعة مش دينجرس، ونمشي زي ما احنا في البروتوكول بتاعنا ونزود الزيادة بتاعتنا، سواء كانت زيادة ثابتة أو زيادة بيرسنتج. لو حصلت إريسيما بس مايلد وأسيمتوماتيك وترانزيانت، يعني بتقعد within 24 hour وتروح قبل الجلسة اللي بعدها، ده مفيش منه ضرر بس ما نزودش عن كده. فاحنا هنا بنعمل مينتيننج للدوز كده، يبقى دي ايديال دوز وبنحافظ عليه. لكن لو حصلت إريسيما واستمرت وبقت موجودة، فدي طبعا بتبقى بيرن، دي تبقى بيرن. في الحالة دي لازم نوقف التريتمنت بتاعنا وندي علاج للبيرن ده لحد ما البيشنت يخف تماما، وبعدين يرجع تاني للجلسات بتاعته. بس طبعا لما بيرجع للجلسات ما ترجعش بنفس الدوز دي، لان طبعا هتعمل لنا نفس المشكله، يفضل ان احنا نقللها بنسبه 50%. طيب دي كانت حته الاريسيما كسايد افكت. لو حصل بقى ميسنج للسيشن، كل ما البيشنت ما ينتظمش في الجلسات، التاثير التراكمي او الكاميوليتيف افكت بتاع الالترا فايولت بيروح. فاحنا بنتصرف ازاي؟ لو وزين 1 ويك بنخلي الجرعه زي ما هي ما نزودهاش، لو اسبوعين نضطر بقى نقلل الجرعه بتاعتنا 25%، 3 اسابيع 50%، لو شهر او اكتر بنبدا من اول وجديد. عشان كده احنا مش كل البيشنت بنزود لهم، الزياده دي بتبقى ليها شرطين احنا هنجمعهم دلوقتي. الشرط الاول نو بينفول اريسيما، ما يكونش بيحصل اريسيما خالص مؤلمه، في الحاله دي نزود. والحاجة التانية إن يبقى فيه ريجوليشن، أو يعني يبقى البيشنت ريجولاري فيزيتنج الفوتوثيرابي يونت، وفي انتظام في الجلسات. أي خلل في الاتنين دول بضطر بقى إيه ما زودش الجرعات. آخر نقطة بقى وإحنا بنعمل متابعة، اللي هي الريسبونس، هل العيان بيتحسن ولا لأ. وطبعا أكبر مشكلة ممكن تقابلنا إن يقول لك مفيش تحسن، أو بنسميها فيلير. هل بقى ده فيلير ولا إيه؟ ده أول سؤال بنسأله، هل البيشنت ده فعلا ترو فيلير ومش بيستجيب للفوتوثيرابي، ولا في مشكلة تانية؟ عشان نفهم الحكاية دي، الفوتوثيرابي بيبقى بيشنت ودكتور فيزيشن بيرسكرايب الدوز مثلا، بيدي التعليمات الكلام ده كله، والجهاز بتاعنا ممكن يكون في مشكلة في أي عنصر من الثلاثة دول مخلية الفوتوثيرابي مش افكتيف. لو ما فيش بقى اي خلل في الثلاثه دول، يبقى الفوتوثيرابي نفسه مش فعال او ما ينفعش للبيشنت ده. ايه المشاكل اللي احنا لازم نعمل لها شيك في الاول؟ اول حاجه لو البيشنت ده مش منتظم في السيشنز بتاعته، ده بيخلي الافيكاسي قليله. لو الجرعه اللي بياخدها مثلا من السورالين في البوفا اقل من العادي، برضه ما بتعملش افكت. لو بيحط حاجات قبل السيشن على جلده بتتعارض مع الفوتوثيرابي، واشهر حاجه هو الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد ده داخل في توبيكال تريتمنت للسورايسيز، لكن هو بيعمل فلتر كانه سان سكرين للالترا فايولت، فبيمنع التاثير بتاعه. عشان كده احنا بننصح ما نحطش اي حاجه فيها ساليسيليك قبل السيشن بتاعت الفوتوثيرابي. لو الجهاز اللي انت اخترته غلط من الاول، يعني سيك ليجن محتاج يو في اي عشان يخف، فانت اديت له نارو باند فمش هيخف، او الجهاز نفسه ما بيتعملوش كاليبريشن او متابعه، فبالتالي الدوز بتاعته ضعيفه. فدي حاجات احنا في الاول بنسميها كده زي شيك ليست، لما يجي العيان يقول انا مش بتحسن او غيره، نراجع بقى هل هو منتظم ولا لا، جرعات الدواء بتاعته كويسه، الجهاز مظبوط، بتحط ايه قبل الجلسه بعد الجلسه،
لو كل ده تمام يبقى فعلا this is failure, this is true failure. لكن لو كان في مشكلة, يعني الشيك ليست دي لو كان فيها مشكلة بنصلحها. نيجي بقى للترو فيلير, امتى نقول ان الحالة فشل او الفوتوثيرابي فشل في علاج الحالة؟ طبعا ده بعد فترة معينة, الفترة دي بتختلف من مرض للتاني. يعني في السورايسز قالوا ان الناس بتبدأ تتحسن بعد 20 جلسة ل 30 جلسة, فلو عدينا الوقت ده يبقى نعتبره فيلير. الفيتيليجو نفس الكلام برضو, بس بيعتمد على اللوكيشن. يعني دايما في البتيرجو السلبي بيعتمد على المكان, الفيس بيستجيب حلو قوي, فانت معاك لغايه 25 جلسه وبعد كده بتقول مفيش ريسبونس. في البادي بيحتاج وقت اطول, فلو عدينا 50 جلسه او اكتر ومفيش ريسبونس يبقى ده فيلير. ساعتها بقى طب لو حصل ترو فيلير يبقى انا لازم اشوف اذر موداليتي, يعني البيشنت ده يشوف حاجه تانيه, يشوف سيستميك تريتمنت, بايولوجيكال ثيرابي او غيره. وبكده يبقى احنا عملنا اوفر فيو سريع للفوتوثيرابي, ايه هو وازاي بنستخدمه وايه البريكوشنز بتاعته, وان شاء الله نكمل باقي المحاضرات بتاعتنا.